بدأ جادر انا بحال نقدر نعطي رايي في ملاك كما كان الحال، الله يسهل عليها والله يطلق سراحه. ومن يخرج عاد دابا من يقدر يكون هو الداخل، ما نعرفوش شنو كاين دابا. واخا يكون هو مثلا عطى باش لمو باش يطلق، يمكن هما كيقولوا له الطلقه ما تصلح لكش، ما ديرش، هي سبابك هي هذا، وهو يكون متفق. يقدر مثلا يكون انت هو كيدير لهم الخاطر حتى يخرج، فهمتو؟ يعني حتى ما نعرف. قولي اختي هضري. نميكو على هذا السؤال شكيرة. احسنت. يلا السؤال الجاي، الله يخليكم خوتي. بصي، شي سؤال جديد عبد الله. شكون دخلوا للحبس؟ انا شكون دخلوا للحبس؟ نهضر انا ولا تجاوبي هي؟ جاوبي انت يا اختي. عادي، انسانه كتبغي راجلها، راجلها مشى قصر بحال اي وحده جات الغيره ديال الهبال الهستيريا، حيت في ديك اللحظه ما قدرتش تتحكم في مثلا في اعصابه والغيره ديالها. بحال اللي هبطت المغرب حالفه عليه، مشات مشات لقاته قصار ومشات ديكلارات، كان شي شكايات ما شكايات، وتجمعوا كل شيء، فهمتي؟ جات السبب وصافي. يا يعني مشات على حسب اللي خرج ليها راجلها، مشات تشد فيها ولا ما كانش عليه زعما يخرج مع ديك الانسان. صافي فوالا فوالا اكزاكتومون. مالك، لا دخلت الحبس انا واش اللي تقول صيفطو، لها؟ انا اللي شفتي؟ صيفطو. لا تا مالك، سمعي. واحد عالي قال لي مالك لا دخلت الحبس واش توقفي معاها. انا هذا السؤال هذا بصراحه ما غنتمنى، ما غنجاوبش عليه، حيت انا ما غنتمنى ليهاش اصلا، وهي عندها وليداتها. والله يستر، لا قدر ما قدر وقدرت ندير شي حاجه، ماشي حيت هي مالك. انا راه عندي 3 د وليداتي، الا كنت في المغرب ونمشي نطلع عليها ونتهلا فيها ولا ندخل عندها الزياره، ما نقول لك ندير لها الشهريه، ما نديرها لهاش، غنطلع عليها نسول فيها لو ان هبط فهمتي؟ الا كانت اش تكون مريضه او لا شي حاجه وتكون حدايا، نهزها فوق راسي، لا هي لا غيرها. مثلا كانت الله يسر، لا يقدر، احنا عاد ضحك، لا يقدر، انا ما نشوفهاش في ديك البلاصه، الله يسر. هذا رسم اسم اوزي خلي تعطي داك الشيء بيناتهم، تعطي التيسا ولا ما تعطيش هذاك راجلها، وهي كتعرف هي يلا قولوا لي كتبوا واش كتفكر راجلها في الحبس. كتفكروا، جاوبي انت. يا مشي تنتفكر، وكنمشي عنده كل زياره وديما في زعما بالي، وما كتفكروا يعني كتشوف زعما كتمشي عنده هذا ولا كتصرفي كنمشي عليه عنده ولا ديما في كل زياره كنمشي عنده. من نهار زياره واحده اللي ما مشيتش ليها، كاع الزيارات كلهم مشيت عنده وتفكرته، وما تنخرجش من الدار، يعني ديما في الدار ما شوفي، واحد كنخرجش. من صاحبتي مسكينه كتقول لك، قالت لك ملاك دري ويشه والناس فضوليين. الله يحفظك اختي، الله يكبر بك يا والله حبيبي، الله يغفر تهلاي، لك. قالوا لك تهلاي في راجلك. بيان سور. مني عامله صالحه لنفسها، واه كل واش احكموه. شوف كل واحد، كل واحد وربي شنو عطاه، فهمتوا؟ كل واحد البنات، كل واحد اللي مكتب له الله كيدوزها وصافي. الله يشوف، الله يبعد علينا البلا، والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، فهمتي؟ هذوك راه ماشي رجال، هذوك الدراري الصغار، ويلي وحده، استغفر الله. كنبقى نتعاطاو معاهم، كنديروا لهم الخاطر وصافي. صباح الخير والسعاده، صباح النور. عاش اي امراه كتبغي الكلام الزوين، اي امراه بتسعري حتى هو. كايو بيلا كايو، وصال واحلى وصال في الدنيا. ايه وهاجر كوينا حبيبي، داك الشيء اللي خوتي بغينا نعرفو. كبسوا لنا في الشاشه خوتي، الله يكبر بيكم. البن اجي نسولك وتسوليني، ان نلعبوا ديك الاسئله. لا بوغو لا في العالم، ثانك كوينا يو. طلعت الوردات ما تقبلتش حبي، نديرو اسئله واجوبه، سوليني ونسولك وحنا غاديين باش ما نقنطوش. شاكيرة، السؤال اختي الاول، اشنو كتبغي في الراجل؟ كنبغي في الراجل اول حاجه يكون مواصفات كيخبط كتبغي في الراجل، أول حاجة كتبغيها في الراجل مواصفات، أقسم أشنو بالله، حتى كنهضر معاك نيشان، كنبغي الراجل يكون أول مر أول حاجة كيخاف الله وكيخاف والديه، ثاني حاجة يكون عنده الدراع ويكون بوغوس، ويكون راجل، يعني راجل عنده الهيبة، ولكن يكون ماشي ديك الراجل اللي عنده الهيبة، فهمتي؟ ما عزيزش عليا الراجل اللي يكون كي فهمتي كيزير، عزيز عليا الراجل اللي يكون هضر، يهضر
نثبت، ولكن في نفس الوقت يكون عطيني شويه الحريه الوقت وفهمتي راسي. وانتي برافو. هذا السؤال هيك سؤال لي وليك. الوغ انا الراجل كنبغيه اول حاجه ما يكونش منافق، نمشي انا يقول لي الحبيبه ديالي وهادي، ويمشي مثلا نهضر معاه شي هضره بيني وبينه ويمشي هو راه كيضرب هكا وكيضرب هكا. انا كنكره هذا الراجل المنافق اول حاجه، لاني انا النفاق الراجل كنبغيه ما كنديرش ما عنديش المشكل ديال فقير ولا غني، ما عنديش مشكل فقير ولا غني، قدر يكون فقير قدر يكون غني ما عنديش المشكل. انا نتقاتل مع الناس مع الكرتون، الناس معاه في فاش ما كان، ناكل معاه اللي قسم الله، ما يكونش غير منافق. دي كنشوف في النفاق انا الراجل بعقله هذاك الشديد سميتو سيريو عنده كل شيء بالضبط، هذه ما تعجبنيش. تعجبني الراجل فو محمق، ولكن كنأكد وتعجبني الراجل الحنين اللي تيحن في المرأة وكي يدير في المرأة ونعطيها انا حياتي. ولكن وي تباري وتباري وتباري نشم فيه ريحة النفاق، نشم فيه ريحة النفاق راه ما نعقلش عليه، ما نعقلش عليه، لأن النفاق تنكره أنا، تنكره بنادم منافق. اوكي انا نقول لك بحال دابا انا الراجل يكون ما عندوش صراحه حتى واحد ما خلق عنده، ولكن انا مثلا يعجبني الراجل اللي يكون خدام على راسه وما كيتكلش على المراه انا، وما يعجبنيش مثلا فهمتي بحال الراجل لا مثلا خدمت انا وعطيته كيبان ليا ماشي راجل انا هكا فهمتوا البنات الدراري ما ديوش من خلط صوب. انا كيعجبني الراجل اللي تهلا فيا اللي فششني باش كنحس به راه هو راجل فهمتي. انا هكا كل واحد وكيفاش، انا ما يعجبنيش الراجل يكون مثلا تعاون معاه لا، بغيت هو يكون مثلا راجل وقد هي نخدم مثلا ونتهلا في راسي نخسر على راسي ما نقولوش لا لما مثلا لا كان على قدو ولا هكا. المهم لا خصني الراجل يكون بي، انا بغى الراجل اختي يكون عم زوينه تيكون بوك حبه ياك اخويا انتم راجل واش هضري على مواصفات الراجل يكون على المواصفات ديال شي حبيب المستقلابي ان شاء الله اللي يكون هنا اختي انت درها على راجلك. انا الراجل الرومانسي تيعجبني، تيعجبني بزاف الرومانسيه، وانا اللي كنخلق الرومانسيه، واخا تشوفوني هكا في وقت الرومانسيه انا ملاك اخرى، انا الرومانسيه عندي في الدم. أنا تهمني انا ما تتهمنيش يكون عنده بزاف الوجوه، يكون عنده وجه واحد يعطيني في وجهي يقول لي احترمي فلانه، ولكن يعدي يضرب هكا ويضرب هكا نو 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 نو. بغيتو تسولوني الا بغيتو تسولوني طرحوا شي اسئله تنتوما حتى هما هكاك عاوتاني فهمتي باش نتونسوا شويه ما نبقاوش كل نهار نفس. سوليني عاوتاني انتيا شي سؤال. سؤال انا سؤال مثلا انت مثلا سميتو عندك صديقه تقدري تحطيها تدخليها لدارك وعندك راجلك، ولا ما تقدريش تثيقي فيها وتدخليها لدارك؟ شوف انا أيوة. كنت هذا الشيء هذا دزت منه فهمتي، يعني كان عندي صحاباتي وكنت كنتيق، وسبحان الله عمر شي حد ما غيرني في داري صراحه من صحاباتي ديال الواقع ما عمري ما عنديش مشكل، ولكن غير انا ما بقاش عندي مع الصحابات حيت عرفت بان ما كاينش صحابات على داك الشيء، يعني ما بقاتش عندي يا براجلي برا راجلي. انا عندي صاحبتي وحده هي اللي دخلت قبيله السكينه اللي قالت لي نوضي تشقاي، عندي البنات كنبغيهم عزاز عليا في الثقه يسولوا فيا نسول فيهم، ولكن صاحبتي تاع قلبي وتاع مثلا بحال نقول لك سكينه عزيزه عليا ما عرفتش واحد اخر ما نزيد ندخل حتى وحده لداري يا رب راجل يا بلا راجل فهمتي. مثلا انا غتعطيني بعد على هاد الطلبه تحرم عليك مصطفى خويا كتحقرنا. مثلا انا غتسوليني هاد السؤال، انا سبق ليا راجلي اللي ماشي راجلي طليقي اللي كنت متزوجه به، يعني كانت واحد صاحبتي ما عندهاش فين تسكن وسكنتها في داري، سكنتها في داري، سكنتها في داري وسكنتها في داري ومشيت للخدمه، كنت خدامه في اوتيل ومشيت للخدمه، ملي جيت لقيتها لابسه طلقته، نهار لقيت فرصه انا اللي طلقته، بقيت حاقده عليه واخا سمحت لي ما سامحاش لي من قلبي، قديما هذاك الشيء تيدور صاحبتك مالك صاحبتك وملي قلت لي كيفاش خدعتيني مع صاحبتي قال لي تي اللي جيتي للدار وكتمشي للخدمه، وقلت لك هذه راه ما مزياناش راه كتعنب عليا وقلتي لي حتى ما مزيانش حشومه كتكذب عليها اوكي.
دونك الصحابات انا من تما ما بقيتش نثق فيهم. صراحه هاد الهضره اللي قالت كاينه بزاف ديال الناس كنسمع، بيرو انا عمري ما كانت عندي صاحبتي وقع عليها بحال هكا، ولكن كنسمع راه خايبه بان كاينه بصح البنات كيتعقوا. مثلا المراه كتكون صاحبتها عزيزه عليها، وديك صاحبتها كتكون مثلا ما مزوجاش ولا مطلقه ولا باقا عزبه، وكتثق فيها وكتدخلها لدارها، وفي الاخر الراجل كاين الراجل اللي كيكون مزيان كيبقى يقول لها ما تدخلي لي حتى وحده للدار، بعدي عليها فرقي الصحابات، وهي كتبقى تقول لا مالك مسموم، مالك انت هزو معايا البنت اللي شتيني معاها، راه كتبان لك خايبه طا 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 طا، حتى كيديرها ليها ولا كيديروها ليها على قد فمها. فلهذا الانسان من الاحسن يتجنب بحال هاد الشيء هذا، يعني عندك صاحبتك في الزنقه ما تدخلهاش لدارك من الاحسن. شتي الراجل، شتي الراجل ملي يقول لك حظي من هادي، هاد صاحبتك راه ما مزياناش، ما تقوليش لي لا ولا تعاكسيه، لا قالها لك راجلك تيق به، لان الا ما تجريتيش عليها غادي يطيح لك معاها باش يبين لك بان راه هضرتو بصح. وراجلي علاش مشى معاها؟ مشى معاها باش يقول لي اش يد صاحبتك ها هي وها هي واش تسوى واش تسوى. المواقع وصافي، مي راه مزيانه وكتحماق عليكم كتسلم عليكم، والله العظيم ديما مسكينه كتسرى كتدخل بعض المره لعندي تفرج. خايبه يعني انا ما نكذبش عليك، ما عرفتش كيفاش تقبلتي مالك، انت كنعرفك مرا قويه نورمالمون ياك، مرا قويه تبارك الله. بحال دابا انا كره انا في الحبيب بيس والله تنقتل ونمشي عليها للحبس، نحصل ايدي في فراشي ولابسه حوايجي. عمري نوكل الراجل، الراجل ما عمري نوكلو، لان هذاك الشيء فيه الذنوب. انت فهمتك، انت ما عرفتيش تشرحي وصافي، انت ما عرفتيش تشرحي. الرؤيه القران كيديروها شي واحد لا كان مريض، شي واحد لا كان ماشي مثلا السحور، فهمتي؟ دابا انت الا بغيتي تجلبيه خصك ديري ليه بحال اللي قلتي مثلا كيكون الله استغفر الله، شوف استغفر الله، بان الناس اللي كيسحروا غير بعدوا على داك الشيء هذاك، سمعتي؟ بان السحور ماشي راه ماشي محبه، راه كيبغيك ديك النهار ديك السيمانه شويه كيرجع له بالكره وكيتقلب عليك. سمحي لي اسمعي، اسمع راه ماشي ضروري ديري الراجل السحور، الراجل تقدر ديري ليه القران، تقدر ديري ليه الرقيه، تقدر ديري ليه بخور زوينه يشمها. تقدري انت مسحوره انت مجنونه، سمعي اقسم بالله كنسمع الدقان في الباب الكوزينه شداها حيت وليداتي كاع ما كاينه هنا، قلت يكونوا جاوا مثلا ودخلوا، كنسمع الدك دك دك دك، خرج ما لقيت حتى شي حد. وحق الله العظيم انت اختي انت كنطلع معك شي مشكل كيوقع كيوقع. كاين داير لينا الدعوه وقيصنا كلنا مقيوسين، سي لا فام تو، حنا اللي بغا